ازاي تعرف ان في حياتك شخص استغلالي؟ في الفيديو ده هقول لك ازاي. الفيديو ده مهم جدا، فاعملوا له سيف عشان هتحتاجوه بعدين. هاشتاج مقصوده، في حد معين بوصل له رساله معينه. في شويه علامات لو ظهرت على شخص يعرف ان الشخص ده شخص استغلالي، والعلامات دي كالاتي: ورقه وقلم اكتب معايا يا ست الكل. واحد بيركز على نفسه بس، بيشوف نفسه محور الكون وهو واحتياجاته اهم من اي حاجه تانية، وبيحبوا الشخص التاني يخصص من وقته علشان يسمعهم ويديهم اي اهتمام. ولو الشخص التاني ده طلب اي اهتمام من الشخص المستغل بيختفي على طول. يا مصطفى اخويا مش هتساعدني؟ يلا يلا. رقم 2، مش بيفتكر التفاصيل خالص. مهما حكيت مع الشخص اللي بيستغلك دوت عن مشاكلك في الحياه، سواء بقى في البيت في الشغل او اي حاجه تانية، هتلاقيه مش فاكر اي حاجه خالص. مش فاكرك يا عم. وده لان اي حاجه انت بتحكيها لهم هم مش مهتمين يسمعوها ومش عايزين يسمعوها اصلا. فلو الموضوع دوت بيتكرر كتير مع شخص، ده مؤشر قوي ان الشخص ده ما ينفعش تكون معاه في علاقه او يبقى صاحب. احنا لازم نسيب بعض. اشربي ايه الاول؟ اشربي ايه الاول؟ اتفضل اطلب لي نص فرخه. رقم 3، الفلوس. الشخص الاستغلالي بيبان جدا في الفلوس. انت كلب فلوس يا انا كلب فلوس، بحب الفلوس قوي. لو دايما انت اللي بتعزم ان انت تدفع الحساب الخروجه كل مره، وهو يجي يمثل ويقول لك لا انا هدفعها المره دي بس يرجع في كلامه، اعرف ان الشخص ده بيستغلك. او بيطلب منك فلوس بشكل متكرر وما بترجعش بسهوله، اعرف ان الشخص ده استغلالي وش. اديله 8000 واخلص. رقم 4، بيشيلوك جمايل. ابو جميلك ايه؟ الشخص المستغل ده بيحب يصور نفسه كانه سوبر هيرو، وانت من غيره كنت هتضيع. ولو عمل لك خدمه ولو حتى صغيره، يحسسك ان هي خدت منه وقت ومجهود كبير قوي علشان تحس بالذنب، وبالتالي بعد انت ما تحس بالذنب يطلب منك خدمه اكبر من اللي انت طلبتها منه، ويفضلوا يلعبوا على الحته دي ويحسسك دايما ان انت مديون. الاتاوه اللي بفرضها عليك دي لمصلحتك اولا. رقم 5، عامل ازيك. بقول لك ايه، المستغل ده شخص صايع، بيعرف امتى يبقى حلو معاك عشان يطلب منك حاجه، والنوع الاصيع منهم بيكمل في المعاملة الحلوة والجميلة بعد ما تعمل له الحاجة اللي هو طلبها، واحدة واحدة يختفي لحد ما يرجعوا تاني لما يقوزوا حاجة تانية منك، وهكذا. يا ده انت بجح قوي. فما لهاش لازمة اللفة دي كلها يا جماعة، وخليكوا دغري، خش قول لي على طول ما انا محتاج منك كذا وكذا وخلاص. بس الاهتمام المزيف دوت بيبقى شكله وحش قوي. مش محتاجة حاجة يعني. رقم 6، ما بيحبوش يبذلوا أي مجهود. الطرف التاني في العلاقة مع المستغل هو اللي بيجري في كل حاجة، إنما الشخص المستغل ده لا بيخطط ولا بيعمل أي حاجة ولا حتى بيجيب لك هدية. فلو أنت في ريليشن شيب بالمنظر ده، اجري أحسن. لا 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 لا، اهرب اهرب ياسين، اهرب، ربنا معاك. رقم 7، اوعى تقول لا. الشخص المستغل ده بيبقى صايع جدا في نقطة التلاعب بالطرف التاني، بيمارس ضغط كبير لو أنت قلت لا على أي طلب هو طلبه منك، ويحسسك انك عملت كارثه، والعلاقه اللي انتوا فيها سواء كانت صداقه او عاطفيه هتنتهي بسبب رفضك ده. عايز تبوظ الجوازه؟ الجوازه بوظت. فانت تضطر تقبل والموضوع يتدهور لحد اما توصل لمرحله ان انت ما بتقولش لا على اي حاجه. احنا بنروح في داهيه على فكره، بنروح في داهيه اهو. رقم 8، بيكلمك بس لما يكونوا صحابه مشغولين. النقطه دي بتخص قوي علاقات الصداقه. اللي بيحصل ان هو بيحب يفضل ماسكك ويحطك في الاستبن زون، وهو انه يكلمك لما اصحابه دولت يكونوا مشغولين، انما لما يجي هو ينزل معاهم ما بيفتكركش ولا حتى بتنزله في المطلق. واتي. رقم 9، مش بيوفي بوعده. هي دي علامة وحشة في أي حد مش المستغل بس، لكن المستغل ده بيبقى عنده عدم الوفاء بالوعود مبدأ في الحياة، من أقل صورة للوعود وهي الالتزام بالمواعيد، لحد أمور كبيرة في الحياة اداك فيها كلمة وفي الآخر لبسك ورماها في البحر. ليه اديتني كل حاجة وفي لحظة خدت كل حاجة؟ رقم 10، جبت آخر. أي علاقة سواء عاطفية أو صداقة لازم تكون متوازنة. أنت رزمة وأنا رزمة. فلو انت في علاقه من دولت وحاسس ان انت بتبذل كل المجهود علشان العلاقه دي تستمر، والطرف التاني ما بيبذلش اي مجهود في العلاقه دي، وبقيت تحس ان طاقتك خلاص خلصت ومش قادر في المطلق، وهو بقى مقضيها ومنطلق وصباح الفل، فده معناه ان انت الشخص اللي بيتم استغلاله في العلاقه دي. يا نصبت يا لهوي يا خراب. فمش وحش انك تكون حاضر دايما مع غيرك، بتسمع وتهتم وتساعد وتستقبل حتى مكالمات الناس في وقت متأخر عشان هم محتاجينك وعايزين يتكلموا معاك، لكن فكر كويس انت لما تكون مكانهم مين بيكون معاك. فلو مش موجودين فانت محتاج تعيد تقييم علاقتك بالناس دي، ولو طلع فيك الصفات ديت وبتعمل كده مع ناس تانية وانت مش واخد بالك، فياريت تشوف هتتصرف ازاي علشان اللي مش هتقبله على نفسك ياريت ما تقبلوش على غيرك. بس كده انا خلصت. بيني وبينكم بقى، قولولي في الكومنتات تعرفوا كام شخص فيه الصفات دي. يلا سلام عليكم.